ده غير ان هي قضية البعض استخدمها كتير لمحاولة الإساءة الى مجلس إدارة النادي، انما دي بحد ذاتها بتفكرني بواقعة تاريخية. كان زمان الكابتن صالح سليم الله يرحمه في احدى زياراته للمملكة العربية السعودية اهدي سيف، فجاب السيف حطه في النادي، لازال السيف موجود في النادي، بس مع كل انتخابات كان احد المحامين الكبار الاستاذ نبيل لؤي بيباو عضو النادي، في كل انتخابات لازم يثير قضية صالح سليم والسيف. ففاكر انا الكابتن عبد المجيد نعمان الله يرحمه في المجلة قال لي احنا لازم نصور السيف، وبقت صورة ثابتة مع كل انتخابات، يروح الكابتن نعمان نشر السيف، هذا هو السيف يا اخ لؤي، علشان الناس تبقى شاهدة وعارفة، لانه الجمهور بيسمع كلام، مش كل الجمهور هيجي النادي، ومش كل الاعضاء اللي بيجوا النادي عارفين المخازن فيها ايه. فقضية الساعات وانت بتقدم هذه الشهادة للتاريخ، يهمني ان انت تفتح الخزنة وتقول لنا ايه موضوع الساعات. طيب اولا الساعات لما نرجع لسؤال وكيل الشاكي في تحقيقات النيابة العامة، هو لم يجزم بعدد معين. النيابة شوف بقى مدى دقتها في إطار تعقبها لهذا الأمر. أستاذ سمير صبري أحد محامي وصديقي العزيز قدم بلاغ أرفق بيه سيديهاية، السيديهاية لأحد الإعلاميين وهو ماسك ورقتين وبيقدم برنامج يقول الساعات أهي، بيانات الساعات أهي، فالنيابة اعتقدت أن ده كشف بالساعات. هو طبعا الأستاذ عبد الناصر زيدان. نيابة الأموال العامة استدعت في هذه القضية الأستاذ عبد الناصر زيدان وسألته، قالت له أنت الكشف اللي في إيدك ده هو ده كشف بيان الساعات وعددها؟ قال له لا يا فندم، ده أنا الشباب في الإعداد كانوا جايبيني مواصفات الساعة الرولكس من على النت، فأنا بتكلم من هذا المنطلق. قال له طيب أنت ما تقدرش تعرف إيه عدد الساعات أو مين اللي خد عددها قد إيه أو مين اللي تلقاها، وهل العدد اللي موجود في النادي الاهلي دوت هو العدد الحقيقي ولا في حد تاني خد وما ظهرش او اخفى؟ قال له يا فندم انا ما عنديش تفاصيل. انا الواقعه دي بحكيها لحضرتك ليه؟ عشان اوريك والمشاهد يبقى عارف مدى الدقه التي اتسمت بيها تحقيقات نيابه الاموال العامه العليا في هذه القضيه. في شان هذه الساعات انتهى الامر ان تم ايداعها، موجوده في مخازن النادي، لجنه الفحص صورتها ونظرتها ووصفتها، هم عبارة عن 9 ساعات، واحدة منهم ريتشارد ميل دي كانت للكابتن محمود الخطيب، ثم 8 آخرين، يعني عدد الساعات اللي موجودين كلهم وتم إيداعهم في مخازن النادي هم 9 ساعات. اللجنة بقى في النهاية حضرتك والنيابة انتهت لإيه؟ قالت عموماً فانه مثبت بدفاتر النادي عدد 9 ساعات ولكن بدون قيمه لان ما لهاش سعر. صحيح. وهذه الساعات محتفظ بها بخزائن النادي طرف مديره اداره المخازن وتعد عهده شخصيه عليها، كما خد بالك بقى من دي، كما انها تعد من اموال النادي وتظهر في الجرد الدوري للمخازن. مفيش كلام تاني، قضي الامر. هديه الناس تلقتها جت أودعتها، فحص وتدقيق بدقة شديدة في هذا الأمر، النيابة انتهت إلى سلامة كل الإجراءات فيما يخص هذه الساعات. اتخاذ موضوع الساعات ده بقى اللي بالترويج بيه بصورة مسيئة، ده اللي أنا قلته بقى، أن أنت ممكن تقدم شكوى أو بلاغ وتقصد بيها إظهار الحقيقة، وممكن تتناول الموضوع بسوء قصد وتصدره للرأي العام بشكل سيء للتشهير بآخرين. في هذا الموضوع مجلس إدارة النادي الأهلي في هذه القضية برئاسة الكابتن محمود الخطيب طبعا وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، تحملوا ما هو فوق طاقة البشر من تشكيك في الذمة المالية لإساءات لسباب لتناول لتعريض بالسمعة للتشكيك في الاستيلاء على الأموال لاتهامهم بالرشوة لاتهامهم بأمور كثيرة جدا، إلا أنهم جميعا لم يخرجوا عن وقارهم والتزموا الصمت وانتظروا كلمة النائب العام في هذه القضية. استمرت التحقيقات دي قد إيه يا أستاذ محمد؟ التحقيقات في هذه القضية بدأت وقائعها في شهر 6/2018 والنيابة قرارها صدر في مارس 2020، يعني بنتكلم في 22 شهر تقريبا أو 21 شهر.
استاذ محمد، يعني حوالي 22 شهر من التحقيقات مستمره، حضرتك الممثل القانوني للاهلي، بتدافع وبتوضح وبتقدم كل اوراقك، لجان التحقيق المختلفه عمال تجمع بيانات، تقارير، فحص، سماع لاقوال شهود،